ماشي. السؤال الأول بيقول: أي موقف يدركه الفرد على أنه ينطوي على فجوة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون يسمى؟ دي اللي هي كانت مشكلة، وعلى ما نيجي نتأكد برضه هنفتح الفصل الرابع وهنجيب صفحة 137، هنلاقي من أول في نص الصفحة كده، فيعرف فان جاندي بأنها أي موقف يدركه الفرد على أنه يطوع الفجوة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، فدي هتبقى إن شاء الله مشكلة. إذا طلب منك ذكر أسماء محافظات مصر، فقمت بتقسيم المحافظات إلى قطاعات كبرى: بحري، إبلي، قناة، ثم قمت بالتفكير. دي كانت اللي هي البحث العشوائي المنظم، لو قلنا إن في بحث عشوائي وبحث عشوائي منظم، جايبنا سيرة أمريكا وكاليفورنيا ونيويورك وواشنطن، قلنا إنها قسمها شمال وشرق وجنوب وغرب وشارع الجامعة والحاجات دي كلها. استخدام جميع حواسنا في عملية الإدراك، ده الفهم الفعال ولا التحليل الفعال ولا التقييم والنقد الفعال ولا التخطيط لتنفيذ الحل؟ فدي أنا فاكرها إن إحنا لما قلنا إن إحنا نستخدم كل حواسنا، عشان مثلا لو في مكنة بايظة أعرف المكنة البايظة دي، ممكن أعرفها من الصوت، ممكن أعرفها من الريحة، مش لازم بس من النظر. فدي كانت تحت بند استراتيجيات التقييم والنقد الفعال، كان فيها 5 حاجات، اللي هو اخرهم خالص اللي هو صفحة 162، لا ده التحليل بس، سوري معلش انا اسف، ده استراتيجيات التحليل الفعال للمشكلات صفحة 163، هنلاقي استخدام جميع حواسنا، فهي التحليل الفعال. السؤال اللي بعده: الاجابة عن الاسئلة التي تنطوي عليها المشكلة، هو تعريف مفهوم الاجابة عن الاسئلة التي تنطوي عليها المشكلة، هو تعريف حل المشكلة، مش يعني هي مشكلة، هي لما أجاوب على السؤال أنا كده بحل المشكلة. التركيز على ما هو إيجابي في الفكرة المطروحة هو أحد استراتيجيات، ده كان اللي هو بقى التقييم والنقد الفعال في صفحة 161، تقييم والنقد الفعال. التكنيك المعتمد على استخدام التحليل في إنتاج أفكار جديدة، لما أنا قلنا نحلل ونفتت ومش عارف إيه، ده كان تكنيك تحليل المكونات في صفحة 148. التكنيك المعتمد على المقارنة بين كل بديلين بعد عزلهما عن باقي بدائل الحل الأخرى، ده لما قلنا إن إحنا هنجيب يعني زي كده تصفيات بتاعة دوري أبطال أو أي بطولة، هنجيب 2 ونشوف أني أحسن ونطلعهم، ونجيب 2 تاني نشوف أني أحسن ونطلعهم، ونجيب الفائز من هنا والفائز من هنا. فأنا دلوقتي بدور على اسمها، فهي كانت في آخر الفصل الرابع، اللي هي كانت أعتقد في الآخر تقريبا، انا فاكر ان هي كان مكتوب 1 2 3 4 5 في اول الصفحه اهو، تكنيك المقارنه الثنائي، هو حتى مكتوب انا ما كانش لازم انا ابص، مش مهم. تمام. تاليف قصه معينه تصنف هي نوع من المشكلات يسمى، لما قلنا يا جماعه ان كان في مشكله محكمه البناء وضعيفه البناء، لما قلنا ان محكمه البناء دي اللي انا عندي فيها هدف واضح وعندي فيها مع معطيات كتير وكده، فدي محكمة البناء. ضعيفة البناء لما يكون عندي معطيات قليلة، فمن الحاجات اللي بيكون عندي فيها معطيات قليلة لما أنا مثلا أجي أعمل قصة أو أجي أعمل أغنية مثلا أو حاجة زي كده أو شعر، فدي حاجة معطيات فيها مش كتير، فدي بتبقى مشكلة ضعيفة البناء. تفتيت المشكلة إلى أجزاء صغيرة وجمع المعلومات اللي بتوصل بها يتطلب تفكير تحليلي، طبعا مش محتاج. توليد حلول جديدة مقترحة للمشكلات يتطلب تفكير المفروض انتاجي. ثانية، لا، حلول جديدة حلول جديدة، يبقى اعتقد ابداعي. جعل الغريب مألوفا، ده الفهم الفعال، ده كان برضو انا فاكر ان هو كان في اخر الفصل الرابع خالص. جعل الغريب كان استراتيجيات التحليل الفعال للمشكلات صفحة 162. سؤال محير او موقف يتطلب اجابة او تفسيرا او حلا، يقصد بذلك لو عندي سؤال محير او موقف لازم اجي له اجابه، يبقى ده ايه؟ مشكله. صعوبه معرفه متى نتوقف عن التحليل، تم ده اللي هو كان لما انا قلت ان انا يا ربي اللي هو ايه، انا هفضل احلل زياده، انا ما اعرفش انا هفضل احلل لغايه فين، يعني ممكن احلل لما لا نهايه. فانا هرجع دلوقتي اشوف، غالبا كانت في الاول تقريبا، مع انا مش لاقيها، بس انا فاكر ان انا كنت اتكلمت عليها لما قعدت اقول ان احنا التحليل هفضل احلل لحد امتى، يعني اتعمق قوي ولا اقف لحته معينه وكفايه، عشان هيتبقى لي اجابتين بس في الاخر شبه بعض. كان انا مش فاكر صراحه
بس تقريبا يعني كان الخوف من التحليل، انا فاكر ان هي كانت الخوف من التحليل في النماذج التسلسلية للحل الإبداعي للمشكلات تتدرج مراحل التفكير. طيب النماذج التسلسلية دي، اللي هي كانت في واحدة حديثة وكان في واحدة قديمة، أنا كل ده أنا واقف أهو بفتكر وبرجع في الفصل ده، عشان هو فصل رخم وطويل وسمج وسذج وكل حاجة مقرفة في العالم. ماشي، أنا كنت بقول إيه؟ كنت هرجع، أنا دلوقتي بفتكر فهرجع أشوف في الصفحات وكده لما كان في نماذج تسلسلية وكان في اللي هي واحدة قديمة وواحدة جديدة، وكان في ناس انتخبت ناس كده. اهو عندي التفاعليه والتسلسليه، التفاعليه هي اللي كانت القديمه والتسلسليه اللي كانت الجديده. فبيقول لي في النماذج التسلسليه تندرج مراحل التفكير، تفكير نقدي ثم تحليلي ثم ابداعي. كان في سهوم كده ورأسهم ورا بعض، هو تحليلي وبعدها ابداعي وبعدها نقد. فانا ادور على تحليلي وبعدها ابداعي وبعدها نقد، فان شاء الله به دي يعني مشكله. اجاوب بقول ايه؟ طيب مشكلة. خلاص، الاجابة رقم 6 مش عارف هي غلط ليه. هو كاتب التكنيك المعتمد على المقارنة بين كل بديلين بعد عزلهما عن باقي بدائل الحل الاخرى المقترحة لتحديد وترتيب اهميتها النسبية. هو قال ان هي ازاي ببحث عشوائي منظم، يعني ايه الهزار ده؟ لا طبعا اكيد ثنائية، استحالة طبعا. وهنا معلش السؤال ده انا غلطت فيه، معلش هو تكنيك المصفوفة في المورفولوجية، معلش انا اسف. هو حتى في صفحة 154 مكتوب اهو المصممة لاستخدام التحليل في انتاج افكار جديدة، معلش انا اسف، انا اسف، لخبطة وتعب اخر اليوم كده. فهو عندي المعوق الاول مكتوب ان هو في صفحة 147 في صعوبة متى نعرف نتوقف، متى نعرف متى نتوقف عن التحليل. و هو مكتوب تسمى، مش مكتوب تسمى ايه، لا مكتوب ما اطلق عليه مصطلح شلل التحليل، معلش انا ده هنا كسلت ان انا ادور عليه بس لقيتها يعني. فانت لما تشوفها في، لما يعني تشوف السؤال في الامتحان هتدور عليه فهتلاقيه فتعرف، بس انا كسلت ادور بس وشكرا. وانا عارف ان انا اديت المادة دي اكتر من حجمها بكتير، بس هو انا طلب يعني كان الطلب ان انا اعمل حاجة ليها بحيث انها فعلا طلعت مفيدة لناس كتير، ان هي بدل ما اقرا الكتاب كله الموضوع ممكن يبقى فيه شوية ملل، فالموضوع كان احسن. الفيديوهات كلها ما تعديش ال3 ساعات، يعني كلهم على بعضهم ما يعدوش 3 ساعات خالص. شكرا ليكم، وشكرا لأي حد قال كلمة حلوة، والسلام عليكم.